خنا يمان وصفنا نقدر حق لو في ناري شخصيته تخطف وبسرعة تتعلق بي راجل ما كان بحاله في القمة الصف الأول ما عندي ما نتسالو في الشدة عليه نعول وخنا يمان وصفنا نقدر حق لو في ناري شخصيته تخطف وبسرعة تتعلق بي راجل ما كان بحاله في القمة الصف الأول